الأسئلة. حدد أي من الاقتراحات التي تمثل كثير حدود مبرر إجابتك. يلا على السريع. هنا ليس كثير حدود. على السريع. ليش ليس كثير حدود؟ لأنه فيه جذر. هيها سينوس نص. هاي سينوس نص. ممتاز. هذا كثير حدود درجة أولى. كثير حدود درجة أولى. اللي إحنا كنا نسميه الاقتراح الخطي. اللي وراء ليس كثير حدود. ليس كثير حدود. ليش ليس كثير حدود؟ لأنه هنا في واحد على سين. هيها شايفة؟ يلا هون كثير حدود درجة ثالثة. كثير حدود درجة ثالثة. يلا السؤال الثاني. جد درجة كل كثير حدود فيما يلي. يعني هذول الموجودات الآن كلهم كثيرات حدود. يلا نيجي على الأولى. هاي عيننا على أعلى أس. طبعا هاي أس عشرة يعني هي مش مبينة صراحة مش واضحة أنا كنت مش شايفها. هاي درجة درجته العاشرة. حط عشرة بس اكسر يعني. يلا با إيش درجته؟ أعلى أس أعلى أس في عندي سبعة. هاي سبعة. أنا إذا شفت إذا نظري صحيح إذا هاي سبعة. إذا درجته سبعة هون درجته واحد. طيب مين يقول لي كثير الحدود هذا إيش درجته؟ آه درجته صفر. أنا بتخيل كأنه سينوس صفر. إذا درجته صفرية صفر. وهذا بنسميه الحد المطلق. يلا اكتب كل كثير حدود في مقياس الصورة القياسية وحدد معاملاته. يلا نمسك الأول يعني. مين أعلى أس؟ هي أس عشرة. إذا راح نكتبها قاف سين تساوي 13 سين أس عشرة. هاي أول واحدة خلصناها. بدنا نكتبهم كلهم السعيات يعني نرتب ترتيب. يلا مين بعد العشرة بده يجي؟ تسعة. في تسعة؟ في أس تسعة؟ لا ما في أس تسعة. في أس ثمانية. هيها إذا ناقص خمسة سين أس ثمانية. بعدين بدي أس سبعة. في أس سبعة؟ ما في أس سبعة. ولا في؟ لا هيها هاي أس سبعة كأنه. والله أنا مش عارف حق عليها مزبوط. ولا هاي ثلاثة سين تربيع وهاي خمسة سين تربيع معناته هاي لا في السبعة ما فيش. طيب نرجع لا ستة. أس ستة ما في أس ستة. أس خمسة ما في أس خمسة. أس أربعة ما في. أس ثلاثة في زائد سين تكعيب. هسا التربيع في عندي خمسة سين تربيع وعندي ثلاثة سين تربيع. بطلع زائد ثمانية سين تربيع. شوف جمعتهم. الحدود المتشابهة تجمع. كويس؟ بعدين ناقص ستة سين زائد تسعة. إذن هاي من أي درجة؟ من الدرجة العاشرة. والمعاملات اللي هي الأعداد المكتوبة بجانب الرموز. فالحد الأول معامله 13. الحد الثاني معامله سالب 5. هون معامله 1 اللي ما بيكون في جنبه يعني 1. هون معامله 8. معامله سالب 6. الحد المطلق اللي هو 9. يلا نحل اللي بعديها. يعني إذا كان في يعني الصورة هاي مثلا السبعة بيكون غير الجواب بناء على اللي مكتوب. يلا هاسي. خلنا نمسك هاسي. مندور على أعلى أس. وين في عندي أعلى أس؟ أس 6. هياته جاي لحاله. إذا سالب 46 سين أس 6. بدي أس 5 ما في أس 5. في أس 4. إذا زائد سين أس 4 بعدين زائد 3 سين تربيع بعدين زائد 2 سين. كويس؟ الآن المعاملات. معامل سين أس 6 سالب 46. معامل سين أس 4 1. معامل سين تربيع 3. معامل سين 2. خلصنا منها. يلا اللي وراها. لام سين. هنا في عندنا أس 9 في أس 11. إذا لام سين أول شيء بنحط أعلى أس. 5 سين أس 11 بعدين أس 9 لأنه ما في 10. بعدين بنصل عند الأربعة ما في إلا سينوس 4 هيها. بعدين زائد سين ناقص 4. شو أنا بنصحكم لما ترتبوا شطبوا اللي بتخلصوا شطبوا عشان ما تتلخبط في الكتابة. وتوقع المعاملات صارت عملية بسيطة إنك تكتب المعاملة. يلا ننتقل على اللي وراها. سؤال أربعة. اكتب اقترانا كثير حدود من الدرجة الرابعة بالصورة القياسية وحدد المعامل الرئيس فيه. يعني هذا سؤال مفتوح كل واحد يقدر يكتبه زي ما بده. مثلا بدي اسمي لام سين خمسة سينوس أربعة ناقص ثلاثة سين تربيع زائد واحد. خلص المعاملات. خمسة معامل سينوس أربعة سالب ثلاثة معامل سين تربيع. الحد المطلق هو واحد. هل يمكن للعدد الجذر التكعيبي 7 أن يكون معاملا رئيسيا لاقتران كثير حدود؟ طبعا ما في مشكلة. خلينا نسميها سين بيساوي الجذر التكعيبي للسبعة لسين أس ثلاث زائد سين تربيع زائد واحد. بدل سين أس ثلاث خلينا سين أس أربعة. ما حد يفكر يعني لأنه جذر التكعيبي لازم أحط سين أس ثلاث. لا أي حل. حل المسألة الواردة بداية السؤال حليناها من البداية. انتهى الدرس الأول.